أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلوكيات، الحلقة 13 بعنوان الاكتئاب أحادي القطب أو ما يسمى Unipolar Depression, Recurrent Depression أو الاكتئاب المتكرر. الاكتئاب هو مجموعة الأعراض التي تشمل على الحزن واليأس والملل وعدم القدرة على الاستمتاع واضطراب النوم والطعام واضطراب الرغبات والرغبة الجنسية والقدرة على الاستمرار في الحياة العملية أو الاجتماعية. هذا الاكتئاب الذي قد يترافق مع السوداوية ورغبة في الموت وتمني الموت أو التفكير بالانتحار أو محاولة الانتحار أو الانتحار فعلا، هو الهجمة الواحدة تسمى اكتئاب. وعندما يتكرر هذا الاكتئاب في كل سنة أو سنتين مرة يصبح اكتئاب متكرر، ويسمى أحادي القطب لتفريقه عن ثنائي القطب. والاكتئاب ثنائي القطب هو الاكتئاب الذي يحدث ضمن اضطراب المزاج ثنائي القطب الذي فيه زهو أو هوس واكتئاب. أما أحادي القطب فهو فيه اكتئاب فقط، ليس فيه زهو، ويتكرر على شكل اكتئاب ممكن أن يتكرر مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين، وهو بحاجة أن يعالج كما بحاجة أن يكون هناك نوع من العلاج الوقائي الذي يمنع هذا التكرار. ولا بد أن يعرف ذلك المريض أن الحل ليس في كل مرة أن يتعالج لبضع شهور وبعد انتهاء الأعراض ينتهي العلاج وتنتهي القصة. من المؤكد أن الحالة ستعود، ومن المؤكد أن تسارع التكرار سيزداد مع السنوات إذا لم يكن هذا المريض قيد العلاج، بمعنى أنه في العشرينات قد يتكرر مرتين، في الثلاثينات يتكرر كل سنتين، في الأربعينات أو الخمسينات قد يصبح التكرار كل ست شهور، وهذا يعني أنه مكتئب في معظم الوقت. فالاكتئاب أحادي القطب لا بد له من العلاج، ولا بد من التأكد من عدم وجود أسباب تؤدي لهذا التكرار. أحيانا قد تكون أسباب عضوية، خلل في الغدد، خلل في الهرمونات، أحيانا تكون هناك أسباب نفسية، تعاطي الحشيش، المسكرات، تعاطي بعض المهدئات قد يكون عامل في عودة الاكتئاب. أحيانا بعض الأدوية التي تستعمل في علاج الضغط، علاج بعض الأمراض قد يكون لها دور أيضا في أن يصبح الاكتئاب مستعصي أو متكرر بشكل كبير. كل هذه الأشكال معروفة في الطب النفسي، وهي ليست بتلك الصعوبة إذا وصل المريض إلى العلاج وطلب العلاج والتزم بالتعليمات المعطى له وبالعلاجات المقررة والفحوصات المطلوبة. وقد يكون من يعانوا من هذا الاضطراب أو يعانوا يتخيلوا أنه في منتهى الصعوبة، وأنا أقول لهم هو لا يتجاوز في صعوبته السكري البسيط بأنه يأخذ علاج ويخضع لفحوصات دورية. ويمكن نقول أنه حتى السكري البسيط له مضاعفات، في حين أن الاكتئاب أحادي القطب ليس له مضاعفات. مهما شعرت أثناء الاكتئاب أنك بعيد عن المساعدة، أنه لا يمكن لأحد أن ينقذك، فهذا ضمن أعراض الاكتئاب وهو غير صحيح. الاكتئاب مرض قابل للشفاء، وهو صحيح من أكثر الاضطرابات تعيق البشرية في حياتها، لكنه من الأمراض القابلة للعلاج والشفاء، وهذا ما هو مهم ومفيد أن يعرف المريض بهذا المرض.
مشاهدي الكرام، آمل أن يكون من منكم يعاني من هذا الاضطراب أو عانى على العلاج الصحيح الوقائي المثبت للمزاج. رعاكم الله وشفاكم، وإلى اللقاء.